الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بهيمي ديبي قدم بيانا إلى الشباب التشادي للمشاركة والتضامن في هذه المرحلة المهمة والحاسمة. وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال تسلم رسميا المعدات الطبية المقدمة من دولة الصين الشعبية. المندوب العام نشر الرئيسية من الفضائية أكادية، أهلا وسهلا بكم. نبدأ النشرة بهذا البيان الذي سوف يقدمه الشريف بحر الدين، دكتور شريف بحر الدين، مدير الأمراض المتنقلة والغير متنقلة والأمراض المراقبة الأوبئة بوزارة الصحة العامة. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من وزير الصحة العام يوم 1 أبريل 2020، السلطات بتاع الصحة بتاع جمهورية تشاد زيادة عن سبع حالات بتاع كورونا فيروس، يعني لقوا حالة واحد في الشخص يعني تشادي عمره 55 و3 سنة جاي من دبي عن طريق أديس وأبوجا، فوصل في تشاد عن طريق ياغوا وبنغور. فالمريض ده الآن شالوه في المستشفى بتاع فرشة، وحاليا صحته يعني جيدة، وكل الناس الكان يعني كان عندهم مو يعني عندك ده تنسيق، كان عندهم مو يعني عندك ده يعني اتصال، فالناس كل اليوم الآن دارين قاعدين يفتشوهم عشان يعملوا لهم عندك ده كونفينمان بتاع 14 يوم وكمان يتابعوهم يعني صحيا، ودارين نوروا الراية الوطني والعالمي أن كل التجهيزات يعني شلناها الآن عشان يعني عندك ده يعني كل إمكانيات يعني كل يعني الإجراءات الصحية لهذا المريض يعني أخذناه عشان عندك ده، وكل الإجراءات شلنا كل الإجراءات عشان عندك ده نوقف هذا عندك ده الوباء، ودارين نوروا الناس تاني مرة تانية عشان اتخاذ الجيد في عندك ده يعني في عندك ده في الجسر ورناع المزير بارير بالنسبه للعندك ده بالنسبه للايجين وبالنسبه للعندك ده الاسنسما، ودارين الناس انه تكون هاديه يعني وزاره الصحه قاعده تتابع الامور ده، وان شاء الله يعني كل المرضى على الاصابه من عندك ده من كورونا فيروس حاليا يعني قاعدين في مستشفى بتاع فرشه وحالتهم كده يعني ما عندها اي صعوبه ان شاء الله. والسلام عليكم. شكرا لهذا البيان قدمه شريف بحر الدين، مدير الأمراض المتنقلة والغير متنقلة والمراقبة الأوبئة بوزارة الصحة العامة. قدم الأمين العام للحكومة برئاسة الجمهورية كالزيبي بهيمي ديبي إلى الشباب التشادي بيانا دعا فيه ضرورة المشاركة الفعلية لتصدي لخطر فيروس كورونا وضرورة التضامن خاصة في هذه المرحلة التي وصفها بالهامة والحاسمة. جزء من هذا الحديث. أعزائي الشباب، إن الغرض من هذه الرسالة هو دعوتكم بشكل فردي وجماعي لتعبئة عامة من خلال المنظمات والجمعيات والتمثيليات المختلفة الخاصة بكم في الولايات والمدن والمناطق والبلديات والكنتونات والحارات والمربعات والقرى والفرقان، من أجل سد الطريق لهذا المرض الخبيث والزاحف الذي يدخل الحزن في عائلاتنا. الوقت ليس وقت الاضطراب والاستسلام، بل وقت العمل الجماعي والاتحاد المقدس. أيها الشباب الأعزاء، في هذا الصراع الجماعي نعتمد على العاطفة التي تدفعكم، الطاقة التفاعلية التي تمتلكونها والحيوية التي تتصفون بها. أطلب منكم كما فعلتم دائما أن تضعوا قوتكم وحماسكم في خدمة المصالح العامة للدولة، فيشكل كل فرد لأسرته ومجتمعه وأصدقائه وجيرانه ناقلا للوعي والأخلاق والتوعية ضد هذا الوباء المسمى فيروس كورونا.
استخدموا في كل قنوات الإعلام المناسبة مثل فيسبوك، واتساب، والرسائل القصيرة وغيرها لشرح مزايا الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في نطاق واسع قدر الإمكان للتعامل مع هذا الوباء. إنني أحثكم أيها الشباب الأعزاء على شرح المزيد لمواطنيكم الإجراءات الأخيرة والقواعد الأساسية للنظافة الصحية التي يجب مراعاتها لنتجنب من الإصابة من هذا المرض. وبالمثل يجب على أولئك الذين تظهر عليهم أعراض هذا المرض الإبلاغ على الفور إلى الرقم المجاني 1313 الذي يعمل خلال 24 ساعة وخلال أيام الأسبوع السبع، والذهاب أو الذهاب المباشر إلى أقرب مركز استشفائي، لأنه إذا لم نكن حذرين وإذا لم نتفاعل في الوقت المناسب فإن فيروس كورونا كوفيد 19 سيكسب الميدان ويسبب العديد من الضحايا. وللقيام بذلك أدعو لاحترام الإجراءات الحكومية ونشرها على نطاق واسع على المواطنين. إنني أعتمد بشكل خاص على تأثركم وعلى إحساسكم العالي بالواجب، لذلك علينا أن نضبط ونسد الطريق على هذا المرض وأن نعمل للانضباط واحترام كل القرارات الصارمة والتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي تهدف فقط إلى التصدي لهذا الوباء وبالتالي حماية وصحة سكاننا. كما أكد الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بهيمي ديبي على أهمية توعية العالم الريفي، مناشدا السلطات المحلية بلعب دورها واتخاذ تدابير لمنع التجمعات. نستمع إلى جزء من حديثه. أتوجه بحديثي هذا بشكل خاص إلى الشباب في المناطق الريفية وأطلب منهم التوقف عن الهجرة الريفية. يجب أن تكون أي حركة غير خاضعة للرقابة وغير مبررة محدودة. يجب تجنب الحضور في الملاهي أو الأسواق الأسبوعية الأخرى وفقا للإجراءات الحكومية، مع العلم أن ظل أي شجرة كبيرة في مكان أو في أماكن معينة من البلاد هو ملهى. وعليه فإن السلطات المحلية ملزمة باتخاذ تدابير شجاعة لتجنب التجمعات ذات العواقب التي لا تحصى. أعزائي الشباب العالم الريفي، عندما تقومون بتنقل غير ضروري تعرضون حياتكم وحياة أحبائكم ومواطنيكم للخطر، فمن الأفضل أن تعزلوا أنفسكم في بيوتكم لمدة أسبوعين بدلا من أن تحبسوا أنفسكم إلى الأبد في القبور. كل شخص يعود بشكل غير قانوني من بلد ظهر فيه فيروس كورونا هو مريض محتمل، إنه خطر على نفسه وعلى أسرته وعلى من حوله. إذن هذا هو جزء من مساهماتكم، ولدي ثقة في قدرتكم أيها الشباب الأعزاء على قياس خطورة الوضع الذي يجبركم جميعا على تبني سلوك وطني مسؤول ومتضامن، والذي سيسمح لنا بالتغلب بشكل خاص على هذه المحنة الشاقة بالنسبة لجميع الجاديين. معا سنهزم فيروس كورونا كوفيد 19. تلا صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر يحيى حسين المرسوم القاضي بفرض حظر التجوال في عدد من ولايات البلاد بما في ذلك مدينة أنجمينا. وزير الإعلام ترجمة الزميل السماح حسن الحلو. ديكري نيمورو 499/2020 مرسوم رئاسي رقم 499 يقضي بفرض حظر التجوال بولايات لغون الغربي والشرقي وما يقرب الشرق وغرب ومدينة أنجمينا. رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء يرسم ما يلي. المادة الأولى: لقد تم فرض حظر التجوال بولايات لغون الغربي والشرقي وما يقرب الشرق وغرب ومدينة أنجمينا بجمهورية تشاد ابتداء من 2 أبريل 2020 من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا
قابل للتجديد. المادة الثانية إن المرسوم الحالي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا في 8 أبريل 2020 توقيع إدريس ديبي نو. Au journal officiel de la République. N'djamena le 2 avril 2020, Idriss Déby Itno. وتطبيقا للمرسوم رقم 499 الصادر في 2 أبريل والمتعلق بحظر التجوال ابتداء من هذا اليوم 2 أبريل إلى من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا لمدة أسبوعين، فإن عمدة مدينة إنجمينة يدعو المواطنين إلى احترام الصارم لمحتويات هذا المرسوم. وفي هذا الشأن فإن كل النشاطات بدون استثناء سوف يجب أن تغلق في الساعات المشار إليها في هذا المرسوم، وعليه يدعو العمدة كل المواطنين إلى احترام حظر التجوال. توقيع عمدة مدينة إنجمينة صالح عبد العزيز دمان. تسلم صباح اليوم وزير الصحة العامة دكتور محمود يوسف خيال تسلم رسميا المعدات الطبية المقدمة من دولة الصين الشعبية بحضور السفير الصيني لدى البلاد إلى جانب عدد من فني وزارة الصحة العامة. الحسين النور. بعد تفشي وباء كورونا في كافة المعمورة، دعبت دولة الصين الشعبية التي ظهر فيها الوباء لأول مرة واستطاعت السيطرة عليه بتقديم معدات طبية لمختلف الدول في العالم لا سيما دول العالم الثالث، وعليه حظيت تشاد أيضا نصيبها من هذه المعدات. وبهذه المناسبة أوضح السفير الصيني بالبلاد لي جين جين بأن الصين قدمت نفس هذه المعدات ل54 دولة إفريقية، وذلك تعبيرا عن مساندتها للدول المتضررة. وزير الصحة العامة محمود يوسف خيال قال إن بدون أدنى شك أن هذه المعدات تساعدهم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. هسه هم جابوا لنا 20,000 رياكتيف كيت. أنا رياكتيف ده عشان الناس المردانين ده كي ما عندنا رياكتيف ده ما نعرفه نارم ده مردان ولا نارم ده ما مردان. أول ده نودو في أفريق دي شيك، نودو في داكار، نودو في فرنسا، قدر نلقوا ريزلتا ده بالأقل 3 أسابيع لـ4 أسابيع. النارم ده كم نارم بقدر بكونتاميني. هسه ده ألوم بس ندسوه قدر 6 ساعة 8 ساعة ده نلقوا ريزلتا. في كونسي سيانتيفيك ده جابوا لنا خبراء 2 علماء عندهم خبره كبير مره واحد، جابوا لنا قال لنا ياخذوا معانا منهم هم البروفيسور ده وقاعدين هنا وجو هسه عندهم 3 يوم ده قاعدين بخدموا مع كوميتي سيانتيفيك. الوزير خيال نفى الاشاعات التي تتداول بان المعدات التي جاءت بها الصين ملوثه بهذا الفيروس. ناس بيقولوا قال شخص ده بيجيب مرض، قال كي قالينا نقول له ما سهي. هسه انا ده شلنا من مكان ده ودسينا ناس اللي ده كله كدسوا. هل نحن مخطة في باله الشين ده يجيب لنا شغل عشان يسممنا بدور شنو؟ عشان ده ندور نقول كي الفكر الحوان نفر ده ما ندسه في راسنا. اذا فعلى المواطنين مساندة الحكومة في مكافحتها لهذا الوباء الفتاك بدلا من تداول الإشاعات الخالية من الصحة والتي ترعب المواطنين. فلتكن لكل واحد منا روح وطنية حتى نقوم جميعا في مواجهة هذا المرض الخطير. قدم صباح اليوم المندوب العام للحكومة لدى بلدية إنجمينة محمد زين الحاج عقد اجتماعين، الأول يتعلق بتأمين تحصيل الموارد المالية للبلدية والثاني لمواجهة جهود مكافحة فيروس كورونا. خالد موسى الحاج. بهدف تأمين تحصيل الموارد المالية والعائدات الناتجة عن الرسوم والضرائب الخاصة بالبلديات والدوائر، يجيء هذا الاجتماع الذي عقده المندوب العام للحكومة لدى بلدية إنجمينة محمد زين الحاج يحيى مع عمداء الدوائر بالعاصمة إنجمينة ومفتشي الدولة وفنيي وزارة المالية. وخلال الاجتماع تم تقديم نماذج للإيصالات المؤمنة من أجل التعامل بها على مستوى البلديات لتحصيل عائدات رسوم تراخيص وإيجار أملاك البلدية والضرائب وغيرها من العائدات اليومية والشهرية والسنوية التي تعتمد عليها البلديات في تسيير أمورها. طرح الإيصالات المؤمنة يأتي بعد ملاحظة وجود تداول لإيصالات مزورة تشجع على اختلاس موارد البلدية وإهدار المال العام. عشان ده قلنا كان ندور الأمل ده نجوه في طريق الأدلة لابد نسوء الوثائق دي تكون وثائق مأمونة
ويعني يكون عند الإجراءات كلها كافية وممكن تقدر تشيف حقيقة حقا بآلة تقدر تجربة تشيف الوثيقة نديفة ولا ما نديفة. الهدف منا ده ندور يعني أي ريال أنا بلدية أنا حكومة ده يمشي في كاس أنا حكومة. كما عقد المندوب العام للحكومة لدى بلدية جمينة محمد زين الحاج يحيى اجتماعا ثانيا شارك فيه عمد الدوائر والمندوبون الإداريون بالدوائر ومسؤولون أمنيون. الاجتماع يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره. عندنا توجيهات من اللجنة الرئاسية، التوجيهات تخص يعني تكوين هنا الخلايا في مستوى هنا الولاية وفي مستوى هنا البلديات. دونك قدمنا القرارات شلناها كونا فوقها الخلايا البروفنسيال ده، ويعني انتونا انتنا معلومات ده للأمات والأدمستراتور ديليجي وكولابوراتور انا فرد ديفانس سيكوريتي، المعلومات ده كله كي انتنا لهم ونكون ان شاء الله كيف عشان نقدر نسير الامل. النقطة الثانية هجينا بالحالة الطوارئ هسه مرسوم عليهم بس مدو، وطلبنا من الأمت خلي يسوى حملة هنا التوية عشان المواطنين يفهموا كي القرار ده حكومة شارته من أجل مصلحته. الشيء الثاني ده الثالث حجينا فوق أنتنا معلومات بما بقص التشادي الأخير اللي جو عند الفيروس ده كورونا فيروس ده النار مداجة من دولة جاب تريقة نتبرو جاء في مندو من مندو جاء لحد بنغور لحد نجمينة ويس نجمينة بساعة 10 بالليل ببيس رقم كله معروف. دوك الناس السافر سوى ما نارين ده ضروري كهما يبينوا نفسهم يمشي يشوفون إذا كان ما مريدين سليمين حميد المجيد. هذا وقد طرح المشاركون في الاجتماع استفسارات حول الترتيبات المتخذة للتأمين الصحي وتوفير تسهيلات تتعلق بالمواصلات والتنقل لأعضاء اللجنة في ظل قرار حظر التجوال. وفي إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تم تشكيل منسقية أمنية مشتركة لمراقبة السيارات التي تنقل الأشخاص لمراقبة مدى الاستجابة للإجراءات الوقائية. محمود حسن سمبو. نحن هنا في المدخل الجنوبي للعاصمة عنجمينة حيث المنسقية المشتركة لمراقبة أصحاب السيارات فيما يتعلق بالتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورونا. على قدم وساق وعلى مدار الساعة مراقبة مكثفة لجميع السيارات والشاحنات التي تدخل العاصمة عنجمينة وتخرج منها للمنسقية الأمنية المشتركة التي وضعت عند مختلف المداخل الرئيسية للعاصمة بهدف الوقوف على مدى احترام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. ففي مختلف هذه المداخل المتمثلة في توكرا بجنوب العاصمة وفي مدخل قاسي بشرقها وفي لاماجي بشمالها وفي مارا بغربها، فقد أكد القائمون على هذه العملية بأنها تسير بصورة جيدة. كثير غاية فهمه كثير غاية فهمه ما هو كثير غاية فهمه وتلك بارتيكلية ماشي بناس كثير كون دلوم يمشي بناس أربع مرات وتلك مش هليسي يمشي بناس ستة وثلاثة فوق لا تنين فوق تنين في كابين ورا تنين في قدام نقدر نسهلهم كل يعني كل شيء قدام لا نمشيهم بس شوف هذا ما شاء الله انتونا انستركشن وانينا كل انستركشن على انتونا ده مستمرين فوق لازم تشوفوا العربيات ده تلون شالوا الناس عربية قالوا ممنوع ما يشيل اغلب كان بيكوب ده يشيل ستة نفر كان وتير ساكت ارتوب داخل كار ده اربع نفر شوفر كله في لبه وستة نفر ده شوفر كله في لبه بار اكزامبل يشيل هيليكس بومبي ده عند دي كمين وورا عند كاروزوري ده شيل ستة رفع عشان ده عنينا نطبق القوانين اللي قالوا لنا. دونك شادين في وعين وعين مثلا الموتو بشول امازون ده الموتو ده ذاته كي عنينا كم لقينا الموتو ده الناس ستوائي مولد ندقونا نشول الموتو بس نودو في الكوميشن. هذا وبجانب ذلك فقد تمكن رجال هذه المنسقية من اكتشاف بعض الأشخاص لا سيما الأجانب الذين دخلوا البلاد بالرغم من وجود هذه الإجراءات الوقائية، عندها يقومون مباشرة بإخبار السلطات الصحية أو الاتصال بالرقم 1313 للقيام بالإجراءات اللازمة. نلقوا الناس هسه حالين كتير قاعدين كل النار ما جاء من كامرون من دولة مرة واحد
وجاب بروت من جسك جاب ياوا قطع جاب قلي كندر من كندر جيرا كربنا هو تري تناجي وني تلقينا كربنا ياوا من دال تشيبون دا برا ده كه شغل انت في آخر كمان لقينا أصاهر ما أنا ماشي عادي أن توك سيرته أنا عادي 24 ساعة أنا ما سيرته قاعد نسوف شاب نجار يوم لقينا كربنا ودقتين نادم حتى جو كربهم على سوى وتر ده أنا ياوا عندنا هني هم عندهم غشي أنا كوكما عنده علما بأن المنسق العام لهذه المنسقية الأمنية المشتركة يقوم بعملية مراقبة متواصلة لهذه القوات الأمنية المتواجدة في الميدان بحق أن هذه المراقبة المكثفة لكل الذين يدخلون العاصمة ويخرجون منها ستسهم من دون شد في حماية المواطنين من هذا الفيروس الذي ينتقل عبرها المسافرين. قام مسؤولي من الصليب الأحمر التشادي قاموا بزيارة تفقدية إلى الطلاب العائدين من دولة الكاميرون وذلك للإطمئنان على صحتهم. محمد صالح الحسين وتفاصيل هذه الزيارة. سعيا للأعمال الإنسانية والخيرية قام بعض من مسؤولي الصليب الأحمر التشادي بتفقد سير الخدمات والوجبات التي تقدم للطلاب العائدين من دولة الكاميرون المتواجدين بالحجر الصحي بمستشفى فرشة زراف وذلك بهدف التعرف على حالاتهم الصحية قبل العودة إلى أهاليهم. المنسق الوطني المكلف بالأمن الغذائي بالصليب الأحمر التشادي دعا جميع الشركاء للوقوف معهم من أجل الوقاية من فيروس كورونا. عشان الاتجاه جو كتار في كبر كتار من الكاميرون وهسا علينا قام يساعدهم الاتجاه قام يسجلوا له قام يسويهم اول تمويل بس كي ما بخلوه بدخلوا اذا تم مسوا 15 يوم في عشان ده من عشان ممكن هسا الاتجاه يجي عند هنا وممكن تعصمات للشعبين. هذا وقد زار مسؤولو الصليب الاحمر بعض المتطوعين بالمركز الاجتماعي رقم 4 الذين تحصلوا على تدريبات حول توعية المواطنين للالتزام بالوصايا الصحية والوقاية من وباء كورونا. ما زال الاتحاد العام لنساء التاجرات يواصل حملة توزيع أجهزة الراديو المذياع لنساء التاجرات بأسواق كل من العاصمة أنجمينا، حيث قام الاتحاد بتوزيع هذه الأجهزة في عدد كبير من الأسواق الدائرة 8، 10 والدائرة 5 إضافة إلى سوق واليا بالدائرة 9. وخلال هذه الحملة تحدثت رئيسة اتحاد النساء التاجرات مريم داود، قالت أن هذه الحملة ستستمر في توزيع أجهزة الراديو نظرا لما تشكله ما يشكله الراديو من أهمية في نشر التوعية، وحثت النساء على تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. قدم رئيس المعارضة الديمقراطية قدم بيانا صحفيا تطرق فيه إلى الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، كما أدان فيه العملية الإرهابية لجماعة بوكو حرام. جزء من حديثه. إن تعرفوا قدر دارنا لجيا تاب كثير الواي kalamana mardan inadu coronavirus omin coronavirus la radium da intina mardan da saba al sabanas danas doctor anana uro nas dabasga urona kalam da da kalam adil omin kalamana corona virus da jabatan duas ana boko haram katalona fi lactat da kalaman altinen daranana ligia omin kalam tinen da ana chef ana opposition da norele chadia kulu kali ishimio kalamal akuma uro kalam lutana
كورونا فيروس كاسلي ايدين ما سلام بايدين ما تانتو لي بيز لي ناس كلام كله حكومة اورو قال كما نسودا قال يا توكلو يرسبكتي عشان دابس جاي إيجاب لنا ماردان دا من كلامنا دواسنا لكتر أنينا أوبوزيسيون نشكرو لي رئيس الدولة عشان هو سيادة قام ما في لكتر ما سو دواس دا أني نشكر كثير. وحول الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء فيروس كورونا، عد لنا الزميل رماد جبرين أنجيني هذا التقرير. إن هؤلاء الأطفال كان من المفترض أن يتم حجزهم في داخل المنازل بدل من تركهم يلعبون في الشوارع، وقد بدأت هذه الظاهرة تتزايد منذ إغلاق أبواب المدارس في العاصمة إنجمينا بسبب وباء فيروس كورونا، وقد دعت الضرورة لاتخاذ القاتل. عملية تهيئة المنازل أو البيوت وكذا توفير أبسط وسائل الترفيه هي من الأسباب الرئيسية، وفي حالة افتقارها لهذه الوسائل تضعوا العائلات والأسرة التشادية في صورة تبدو شبه مؤقتة. هاي أنا يلا هذا اليوم كل أبا نام جاي في وجاي في سنتي في دعانا هناك ونادرنا كلمان كلي يلا داروك ما في أنا قال يلا ترى ترى فترة سان مش أنا مش ناقص في ليري هناك وما جاي سمو كلامان. والله مش ما مشكلة أنا إلا لسه ما جروك الكورونا ما لقوا وقفوا والبيال بخام مش ما في ونجل أبو هيجا دايما تاجي إدكاسون لي يلا ما دايما تاجي هاي انغروب شاردا توم طلب البك عشان جرب. عدم احترام النصائح والتوجيهات المقدمة من قبل الآباء أكد الأطفال أنهم يفعلون ذلك بشكل متعمد. هسا مين صدو لكل قارين لنا لو بيت ساكت بس قرا كل صدو النسوم ما نعرفه قارين لنا لو ساكت بس أبانا جلينا قال كي ما نمرق برا مرض خطري نقول داخل وكنا ما نمرق في برا أنا جيني المرض دك الله جلاله الله جلالك القائم داخل كل جيلنا بس. تعزيزا لمسائل الجهات المختصة تأتي مثل هذه الرسائل التوعوية والإرشادية في إطار مجال الوقاية من الأمراض، وينبقي على الأسرة التشادية أن تعمل على تقديم النصائح والإرشادات لأولادها والاستفادة من أوقات فراقهم في هذه الفترة المحددة، كما نطالب الأولاد بالانصياء لأوامر آبائهم وأمهاتهم حتى يفوزوا في الدارين. وضمن المبادرات الإنسانية قام أعضاء نادي المستمعين لإذاعة اف ام كاتريفندوز 92 بالتبرع لصالح بالتبرع بالدم لصالح الجرحى من القوات المسلحة التشادية. آدم أبو بكر إدريس. خطة أخرى هامة تسير نحو الاتجاه الصحيح، وهي مبادرة قامت بها مجموعة نادي المستمعين للإذاعة FM 92.5 بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، حيث قامت هذه المجموعة بالتبرع بالدم وملع عدد من جيوب الدم لصالح المواطنين بغرض إنقاذ حياة، وإلى أولئك الجرحى الذين أصيبوا أثناء الاعتداءات الغاشمة الإرهابية لجماعة بوكو حرام بولاية البحيرة مؤخرا. حياة الإنسان ده في المجتمع مهم مرة واحد، يعني لازم شغل فكرنا فوق الناس ده كتير يشكو في الدم كرينا فكرنا كي قلنا خلي لازم نجي نساود أخواننا الشاب في أمهنا في أخواننا كتير مشكلة يصابوا مرتنا الدم ده قلنا لازم خلينا نادي المستمعين 92.5 خلينا نقوم ونشيلوا الفكرة دي ونجوا علينا ذاتها عشان نوصفوا كيف الأوديتير ده كل نفس مع جمعيات الآخرين كل سوا بس. هذه الخطوة باركتها إدارة المركز الوطني لنقل الدم، حيث ألمح مدير المركز دكتور بانجا جيمادوم إلى أن الحاجة ماسة اليوم، ذلك أن الكثير من المرضى الذين يعانون من فقر الدم يأتون إلى المركز ولكن لسوء الحظ لا يجدون من يلبي احتياجاتهم في الحصول على الدم،
وهذه الخطوة جديرة بالثناء بفعل ما بادرت عليه هؤلاء الشباب لنادي مستمعي إذاعة FM 92.5 للإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وهي مبادرة إنسانية تدخل في إطار التكافل الاجتماعي. وفي ذات الإطار قدمت جمعية دار ميمي من أجل التضامن والتنمية، قدمت مساعدات غذائية لأفراد قوات الدفاع والأمن تضامنا مع المرضى والجرحى. كان ذلك بمقر القيادة العامة للجيش بحضور النائب الأول للقائد العام للجيش وعدد من ضباط القوات المسلحة التشادية وأعضاء الجمعية. ياسر محمد أحمد. تتواصل تقديم المؤن والمساعدات الغذائية بالقيادة العامة للجيش الوطني بهدف الوقوف والتضامن مع جرحى قوات الدفاع والأمن الذين أصيبوا من الهجوم الذي قامت به جماعة بوكو هارام الإرهابية في منطقة بوما بولاية البحيرة. فجمعية الميمي من أجل التضامن والتنمية هي الأخرى أبد نفسها إلا أن تقدم للجيش مواد غذائية. تمثلت في جوالات السكر والأرز والدقيق وكراتين المكرونة والزيوت وغيرها من المؤن الغذائية، وذلك حرصا منها في تقديم يد العون لهؤلاء الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن. رئيس جمعية الميمي من أجل التضامن والتنمية محمد الميناوي إز الدين قدم كلمة شكر فيها جهود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي لا زال يحارب الجماعات المتطرفة، وذلك من أجل جلب الأمن والاستقرار في البلاد، منتهزا هذه الفرصة مقدما تعازيه لأسر الشهداء مناشدا الجمعيات إلى الوقوف بجانب جرحى قوات الدفاع والأمن. أما النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة اللواء جمادوم ترينا بعد تسلمه لهذه المساعدات شكر أعضاء جمعية الميمي من أجل التضامن والتنمية على ما قاموا به، وهذا يدخل ضمن الأعمال الإنسانية. وأضاف اللواء جمادوم ترينا بأن هذه المؤن ستصل إلى مستحقيها، إن الوقوف بجانب قوات الدفاع والأمن أمر يؤكد المساندة الحقيقية والعزيمة القوية التي تقول كلنا للجيش كلنا للوطن. كما قدم صباح اليوم رئيس مجموعة ملاعب توماي لكرة القدم عبد اللطيف الطيب مستلزمات نظافة إلى النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة الأولى موسى جدة لصالح سكان الدائرة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وبهذا فقد تحدث رئيس المجموعة عبد اللطيف الطيب، قال إن تقديم هذه الهدايا تدخل ضمن المساهمات الإنسانية التي تقدمها الجمعيات المدنية لمساعدة المواطنين للوقاية من هذا الفيروس. النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة الأولى موسى جدة ثمن جهود أعضاء المجموعة على قيامهم بهذه الخطوة الإيجابية في مساعدة سكان الدائرة الأولى، وأكد العمدة أن مستلزمات النظافة هذه ستصل إلى أماكنها المحددة. كما وصلنا هذا البيان بيان صحفي قام هذا اليوم 2 أبريل الرئيس الأول للمحكمة العليا برفقة أعضاء مكتب المحكمة قاموا بزيارة إلى الجنود الجرحى جراء هجوم بوما الموجودين بالمستشفى العسكري بأنجمينة. وباسم المحكمة قدم الرئيس الأول للمحكمة العليا دعما معنويا للجرحى وتمنى لهم عاجل الشفاء. وفي نهاية الزيارة قدم دعم مالي للجرحى، وقد تسلمه مدير المستشفى أنجمينا في 2 أبريل توقيع رئيس قسم الإعلام والحاسوب بالمحكمة العليا أحمد بشير. كما صدر هذا البيان حيث قام عصر اليوم فريق من المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي بزيارة للجنود الجرحى بالمستشفى العسكري الذين تعرضوا للهجوم البربري من قبل مجموعة بوكو حرام بولاية البحيرة الأسبوع الماضي، وذهب الفريق ليقدم تشجيعه ودعمه للجنود البواسل الذين يتلقون العلاج بهذا المرفق الصحي، وقدم الفريق ظرفا ماليا لمساعدة الجرحى. ومن ناحية أخرى قدم الفريق دعمه وتشجيعه لقوات الدفاع والأمن المرابطة في الجبهة مع القائد الأعلى للقوات المسلحة إدريس ديبي إتنو. توقيع المكلف بالإعلام الزوار النور الفائق قدم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دكتور محمد خاطر عيسى بيانا صحفيا أدان فيه بشدة الهجوم الإرهابي لجماعة بوكو حرام ضد قواتنا البواسل بمنطقة البحيرة، كما دعا جميع الطوائف الدينية وكافة شرائح المجتمع إلى الوحدة والتضامن. جزء من حديثه.
تفاجئنا جائحة الوباء الفيروسي كورونا عام 19، وما صاحب ذلك من الضغط النفسي الناتج عن إجراءات السلامة ومنع انتشار الوباء، وذلك بإيقاف المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك إيقاف المناسبات الدينية والعبادية، وكذلك الحجر الصحي، مما يؤثر في طفرتنا الاقتصادية ويرجع بنا إلى الحالة التي كنا عليها قبل سنتين في الوقت الذي كنا فيه كذلك. فإذا باعتداء جبان غاشم على جيشنا الوطني البطل في حدودنا الشمالية الغربية تقوم به جماعات بوكو حرام، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير من أفراد جيشنا، حامي بعض الله سبحانه وتعالى أمننا الوطني والإقليمي، الأمر الذي دفع بأبناء هذا الوطن الحبيب إلى الاستنفار الكامل للتصدي لهؤلاء البرابر الصغار. فليعلم الذي تسول له نفسه النيل من كرامة شعبنا ومن كرامة هذا البلد المبارك، فليعلم ذلك أن هذا البلد هو عصي على النوازل. يا إرهابيون، ما عليكم إلا أن تلملموا أزيال الخيبة والهوان والصغار وترحلوا إلى مزبلة التاريخ، فهناك المكان الصحيح لكم. وأنا هنا أتوجه إلى هذا الشعب الكريم بجميع قطاعاته من الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، وهكذا أيضا الأحزاب السياسية والموظفين والعمال ورجال الأعمال والهيئات الدينية والمدنية والمزارعين والرعاة. كلنا أن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا ولنتصدى لتحديات هذه المرحلة، كل منا على حسب اختصاصه. وهنا أنا أهيب بجميع العلماء وحفظة كتاب الله والأئمة والدعاة وشيوخ الزوايا والمقدمين والمريدين وجميع المؤمنين وجميع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة وبتلاوة كتابه العزيز وبذكر أسمائه العظام والتضرع إليه بأن يرفع عنا هذا الوباء وأن يرد عنا كيد الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر، وأن يحفظ قادتنا ويؤيدهم بنصر من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والفن أيضا لعب دوره في التوعية، حيث أصدر الفنان التشادي عند إز آ ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان ستوب فيروس كورونا. للمزيد عن هذا الألبوم لدى تفاصيل هذا الألبوم لدى الزميل عباس أبكر. المطرب التشادي نجيتا اليسكو الفريد المشهور باسم انديزا تيجيلا يظهر في الساحة الثقافية بعد صمت طويل، ويصدر ألبوما جديدا تحت مسمى قف فيروس كورونا، وقد عالج فيه كيفية الوقاية من الوباء الدولي الذي هدد العالم، ودعا المواطنين إلى ضرورة احترام قرارات وتدابير الحكومة والالتزام بالوصايا الطبية لمنع تنقل الفيروس من مصاب إلى الصحيح. طالما أنا مرضنا قريت اليوم جاي بارجل الدنيا ده كورونا فيروس. دمس أنا سوكاني وصلنا سو فيديو أنا فيديو ده كان على طول أنتو ليجات أنتو بارتنر دول أنتو سيبر كوميونيكاسيون لو كومبلي كالي مومبلي كالي كوتو كالي بوبلاسيون شوف شو بقى بينا نو شو بقى عن جاي سو عن جاي سو ما في جاي سو بينا نو. سلام أنا إيدنا ما في. الفنان الموسيقار انديزا أصدر هذا الألبوم في هذا الوضع الصحي الخانق، يأمل خلاله توعية السكان ومحاربة فيروس كورونا، وتعد هذه الخطوة وقوف رجال الفن مع الحكومة التشادية في كفاهها هذا الداء العالمي الفتاك.
كان هذا كل ما لدينا لهذا المساء، قدمناه لكم من الفضائية التشادية. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.